النائبه النهارده المعرض الحركه الوطنيه المعرض الخيري، تقولي ايه النهارده؟ بقول حقيقي انا سعيده جدا بهذا المعرض. انا شفت فيه 3000 قطعه كلهم تقريبا جداد، حتى الحاجات المستعمله بدرجه عاليه من الجوده. تحيه الى هذا الحزب المحترم الحقيقه، المتفاعل مع الشارع، المتفاعل مع هموم المواطن. سيدات ورجال الحزب انا ببعت لكم تحيه كبيره، كل التحيه والتقدير للاستاذ حربي كامل امين الحزب، الرجل المحترم اللي الحقيقه دايما دايب في وسط الاعضاء. لسه كنا بنتكلم انا وهو، مش امين واعضاء، لا هم كلهم كتله واحده، اخوات، وده سبب نجاح الحزب وتمنياتي ليهم بالنجاح دايما والتفاعل المستمر مع الوطن وقضايا الوطن. وبقول لهم بجد شابوه من كل قلب. شكرا معلم.